تبانه في كتفه هيسرقوه ولا ايه؟ تبانه ايه يا سليبي؟ الديانه الديانه بتعبصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم السلب اهو. اه ده اللي جنبه ده. هتطلع في بين في شبال. ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطله في بين في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنانا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمدة يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة، الصبر حلو وكل وقت وله اداء، واللمبي ده تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ آخ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لعراك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ من اللمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب. اللمبة من السيدة زينب وعارف يعني ايه الوصول. مش انا اللي اعلم على صاحبة عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ صابك يا زينة الشباب؟ فوق وطبني يا سيدي الرجال. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لاتبح جدي ووزع على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيشي، هو الزعيم مقام جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز الكنز. سليبي اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بيخطرف يا رجال. ايه صابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. ارفع حد لله على السلام. تمام. ده انا دغدغتكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا هتضربوا معاك لو وريك انت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ والله فاكر يا فتحي، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت احنا ايه يا داخل في عطر؟ اصل الناس لقوه باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحي. صدقني اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا. وفي
في الحنية كده وودن يعني دنه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم. لا يخد بالك بزيك يا عم. استنى انت، انا مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت بتشدد؟ مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فتش. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده. رجاله ده الراجل ده شكله ده ضربني انا. ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتقد، وان كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز راني هخلص عليك. خبر يا حضره العمده، اهدي مش كده. ساعه الغضب العقل بيذهب بيروح. واني هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمده، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رايي؟ اخرس انت هلا وحط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمده الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخرس انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه. افتح الباب يا خيخة. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبوله منك يا سي هريسي، مقبوله منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمده على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه. فهمني، من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابه للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمه الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني اني ايه ده؟ هو الشيطان هنا؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصير. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزق. انت واهلك اللي هدوء وعيلة وطيه. ولا عيوان طخ الواد ده عيارين عديم الرماية دي. البندقية ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مرة قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ جتك ده يا في امك. يمين بالله ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة.
وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكم بسنانهم ويقطعوكم نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان احس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا فش غلي. صلي على النبي يا راجل، يلا بس تعالى. صلي عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكرة دي. الحمد لله على السلامة يا زعيم. سلام عليك. الحمد لله على سلامتك يا ريم. الف سلام عليك. خليك انا خلاص تمام، محدش يجي تاني. انا خفيت انا خفيت خلاص. بطيلة يا اختي انتي وهي، يلا وعوني عرض كتافكم. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامة يا اختي. يلا يا اختي. يا هلا. واكبر شوية وفي برضو. والنبي يابا علقيني على برات الشاي عشان اعمل كوباية الشاي لسيليب. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمة يا ولية وروح اعملي لي كوباية شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شوية. ماشي. عيلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي. في ميه كفايه ميه. كفايه ميه فتحية. لازم ننزل الحراري. حرارة ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل وغرق دلوقتي وبيقول انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى. دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سيدي. ماشي خلاص قربي شوية كمان. حلو كده؟ يا ريت بالراحة. العيلة دي أب عامل نفسه نايم وكأنه جاي له غبوبة السكر، وأمه بتجيب شان المزارع كينيا، وبنت قابزة على رجل. بتكسف ديجا سيدي بي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي، خليك معانا يا عم الحج وأنت نايم كده. ها بص بقى، أنا فكرت في الفترة اللي أنا كنت نايم فيها. يوه بتفكر إزاي وأنت نايم؟ بتفكر إيه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه طب انا يعني هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز.